الصراع بين أذربيجان وأرمينيا آخذ في التحول شيئا فشيئا إلى صراع بين أطراف دولية مختلفة حسب مراقبين. جبهة توتر جديدة بين أنقرة وباريس هذه المرة ظهرت من خلال انتقادات وزير الخارجية التركي لموقف الرئيس الفرنسي من هذه الأزمة، فيما تعلن تركيا صراحة وقوفها بشكل كامل إلى جانب أذربيجان في المفاوضات وكذلك في الميدان. تركيا واضحة لها علاقات أخوية قديمة مع أذربيجان، ولها اتفاقيات أيضا منذ 10 سنين اتفاقيات استراتيجية مع أذربيجان، فهي من الناحية القومية وناحية العلاقات الثنائية والاستراتيجية إلى جانب أذربيجان. تركيا لن تدخل في الصراع، ولكن موجودة إلى جانب الأذريين بكل ما تملك من قوة عسكريا وسياسيا واقتصاديا. يكرر الأتراك دائما عبارة شعب واحد في بلدين عند وصف العلاقة مع أذربيجان. على الجانب الآخر، أطراف تصف أنقرة بأنها تصب الزيت على نار الأزمة المشتعلة في إقليم ناغورنو كاراباغ من خلال دعمها على الأرض للجيش الأذربيجاني، لتفتح بهذه احتمالات جبهة جديدة لحرب بالوكالة بين أطراف متصارعة بسبب عدة ملفات. يبدو أن الأمر بدأ يخرج من إطاره الأذري الأرميني إلى إطار دولي. تركيا داعمة لأذربيجان، فرنسا تعلن عن دعمها ربما بشكل أو بآخر لأرمينيا، روسيا في الخفاء لا تعلن الموقف بشكل صحيح، هي تدعو إلى وقف إطلاق النار، ولكن في ذات الوقت هي تمتلك قاعدة عسكرية في أرمينيا وتدعم بشكل أو بآخر وإن كان بشكل غير رسمي أرمينيا. الدعم التركي لأذربيجان في المفاوضات وفي الميدان قد يخلق حسب مراقبين عداوات جديدة لتركيا، إضافة لتحديات أمام العلاقة مع أطراف مختلفة مهمة وعلى رأسها روسيا التي تواجه العلاقات معها توترات لأسباب مختلفة من بينها سوريا وليبيا، إضافة لتحديات أمام علاقة تركيا بمجموعة مينسك والتي ترأسها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا. تأسست مجموعة مينسك في العام 1992 بهدف الوساطة بين أذربيجان وأرمينيا ولتشجيعهما على الحل السلمي لقضية كاراباغ، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق نتائج ملموسة لهذه القضية، ولهذا جاءت الانتقادات الحادة لها من طرف إردوغان. علام صبيحات لقناة الغد، إسطنبول.